always find like one or maybe two phones where the battery's swollen up and we have to get rid of it. And every single time it's been a Samsung phone. It's never been any other brand of phone. The battery had expanded so much that it's actually cracked the glass on the back and it literally split the phone in two. Do you think this has anything to do with what we saw with the Note 7? I think they would probably be different situations, but either way, since it's Samsung in both instances, something's wrong with their quality control. سامسونج واجهت مشاكل في البطارية من قبل، ومن أجهزتها المشهورة بهذه المشاكل جالكسي نوت 7. وعلى أغلب أنه سامسونج ما تركت مشاكل البطارية للماضي ورجعت المشكلة مرة أخرى، من الممكن لا تكون خطيرة بس راح تحتاج أنه تنتبه وتعمل على تفادي هالمشكلة. لم يحدث لجهاز واحد أو اثنين ولكن لعدة أجهزة من سامسونج وأكثر من براند للشركة، وهاي المشكلة تحدث فقط مع أجهزة سامسونج. توسع البطارية بصورة تفصل الجزء الخلفي من الهاتف ويصبح نصفين، لكن لا يوجد قلق على هاتفك وليس هناك احتمال أن هذا سيحدث، وهي ليست مشكلة شائعة مع الجميع. هذه المشكلة تحدث في بطاريات الليثيوم آيون، ومع تقدم عمر هذه البطارية فسوف ينتج تفاعل كيميائي بين الآيونات ويصبح غاز وبالتالي البطارية تتضخم. هناك أجهزة مخزنة لفترات طويلة تحدث مع هذه المشكلة، ولكن ليس جميع الهواتف لديها نفس المشكلة، فإن جميع بطاريات الليثيوم آيون التي تستخدمها سامسونج غير متساوية. ماذا تفعل لتجنب هذه المشكلة؟ أولا عليك تشغيل الهاتف مرة واحدة بالسنة على الأقل سنويا للحفاظ على البطارية. تميل هذه البطاريات إلى تفريغ تدريجيا حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف، والآن ما تحتاجه سامسونج هو تعديل تصميم البطارية أو التوصل إلى تفسير لسبب حدوث هذا الأمر. ولكن بكل الأحوال هذه ليست مشكلة كبيرة، لأن هذه المشكلة تؤثر فقط على الهواتف المخزنة. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات.